هاي، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا تمام. اليوم حابة اعلمكم كيف تسوون مية في البيت. طبعا مرة سهل، المكونات كلها موجودة في البيت، اذا مو موجودة في البيت روح اشتريها من السوبر ماركت. تعالي عشان اعلمك كيف تسوين مية في البيت. اوكي، بس قبل حطيلي فولو ولايك عشان اعطيك معلومات زيادة. اوكي، اول شيء نحتاج فنجان مية، وبعدين نحتاج معلقة موية، معلقة ثانية من الموية، معلقة ثالثة من الموية. حركينها، ذوقيها. لا، الموية تحتاج موية زيادة. تجيبين كاسة موية تصبينها. اوكي، ذوقيها الحين. اوكي، تحتاج ملعقة ثانية من الموية. جيبين ملعقة ثانية من الموية، بعدها تحركينها في المعلقة، بعدها جيبي عليكي بالعافية.